الحراس والتفتيشات الديوانيه بقفص اليوم بفضل الحنكه والفطنه الموجوده عندهم من تفتيش سياره اجنبيه قادمه من دوله شقيقه، بالتفتيش تفطنوا في العجله الاحتياطيه، تمكنوا من كشف كميه هائله من العمله للدوله الشقيقه هذه، والمعروف بان النوع نتاع العمله هذه يقع تغييرها الى اوروات، تدليس العمله هذه الى اوروات. وشكرا ونشكر فرق الحرس الديواني كل وعلى راسهم اداره الحرس الديواني.